Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana ya? Karena aku nih ambil vlog. seperti biasa ya. Aku harus ngaji mana ya? Muka-muka, konco-konco gak posen-posen. aku ngaji. Lalu muka-muka bacaan Alquran ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih dukungan, ngasih support di channel saya, yang sudah nontonin video saya. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, lancar segala urusannya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel saya, jangan lupa di like, share, and subscribe. Terima kasih atas semua dukungannya. Sekarang kita belajar ngaji lagi ya teman-teman ya. Semoga dengan membaca Al-Quran kita mendapatkan berkah barokah. Amin ya Rabbal 'Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أسرقوا لو شاء الله ما أبن من دونه من دونه من شيء نحن ولا آبونا ولا حرمنا من دونه من دونه شيء وذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل العبلاه المبين ولقد باشنا في كل امة رسولا أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاعات فمنهم من هدى الله ومنهم من حقد عليه الضلال فسيروا في العرض فانظروا كيف كان أكبة المقذبين إن تحرس على هداهم فإن الله لا يهدي ومن يضل وما لهم من نَاشْفِرِينَ وعصم بالله جهد أيمانهم لا يبأس الله من يموت فلا وعد عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. {والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنا ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوهي إليهم فاسألوا أهل الذكر أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والسبور وأنزل إليك الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفمن الذين مقر السيئات أن يشف الله بهم الأرض أو يذيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في دقلبهم فما هم بموجسين أو بأخذهم ألا تغفف فإن ربكم لرغوف الرحيم أولم لم ير إلى ما خلق الله من شيء يتفبق بضلال من بضلال عن اليمين والسماعين سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمنون وقال, وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واسبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تهسرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشرقون لِيَنْفُرُوا بما آتيناهم فتمدعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم الله لا تسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله المنات سبحانه ولهم ما يسهرون وإذا بزر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسقدد وهو قديم يدوار من القوم من سوء ما يبسر به أيمسك على هون أو يدس في التراب ألا شاء ما يهكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل الشوء ولله المثل الأعلى وهو الأسيس الحكيم ولا يؤاخذ يوح... الله الناس بظلمهم ما ضرك أَنْهَا من دابة من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستخرون شاعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكونون وتسب ألسنتهم القديم أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم يفردون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من, من, قبل من قبلك فزين لهم الشيطان أملهم فهم لا يعذب عليهم وَمَا أَنْسَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الْلَّظِيحِ تَلَفُ فِيهِ وَهُوَ وَرَحْمَدًا لِكَوْمِ يُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Alhamdulillah semoga bacaan Al-Quran ini bermanfaat ya Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya Jangan lupa di like, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap jago kesehatan muka-muka konco-konco api lancar segini lancar segala urusan Amin ya rabbal alamin bye bye